احنا كنشوفوا حتى يعني في الادب الفرنسي والادب الاوروبي الحديث يعني بعد التسعينات يعني لي باربار يعني لي باربار ولا رجع في كتاب ديال سبيطان دوروف مهم جدا لان لي زوتر يعني احنا اخرون اوروبا ولات كتشوف راسها كان قلعه مغلقه وهذا اللي افتى ان العلاقه بين اوروبا وبلدان اخرى 5+5 مشروع متوسط الى اخره هذه كلها يعني تجمعات اقليميه او مشروعات اقليميه اللي دفع البلدان الجنوب اللي تكون هذاك لو جوندارم ديال اوروبا باش يمنع المهاجرين انهم ما يمشيوش لكن المشروع التنموي ما تحققش تكلمنا على يعني الشمال الجنوب اللي كانت فاشله 40-50 سنه ولا 30 سنه كلها كانت غير هضره وفي ايديولوجيا يعني المعسكر الشعبي وهذا اللي حدث يعني بالملك محمد السادس ومجموعه من الاجراءات المغربيه اللي تشرع تنزيش شرعها وانه يعني لا بد اذا بغينا فيه نقلوا على الهجره لا بد من خلق التنميه بدون تنميه ما يمكن شيء التنميه باش غتجي غتجي الاستقرار غتجي الديموغرافيا غتجي يعني الثروة أين الثروة؟ البلدان الإفريقية طرحت السؤال أين الثروة باش يلقاوها ويهزوها هي سوق